الناس شو بيعملوا؟ كلهم على الحالة هذه، كلهم باكل دواء. بقولك على الأغذية اللي هتخليكي لو أنت التزمتي بيها في النظام الغذائي الأعراض كلها هتروح، فتلقائيا تبدأي تخففي من الدواء لحد ما تتخلصي من الدواء خالص. ده أنا أتمنى أخلص منها خالص الدواء والله. طب ماشي. أنا هلا على ست شهور وأنا بمشي بالحالة هذه، وعنده عرق النسا وعنده البرد في بس في رجل واحدة في اليمين. يعني المرض كله نزله على قدمه من تحت. طب هذا شو الدواء بتاعه؟ انا دلوقتي هقول لك على اسباب عرق النساء، ايه رايك؟ هتكلم عن الاسباب. انت دلوقتي هو عنده عرق نساء ولا خلاص يعني ما يعني؟ عنده عرق النساء لسه، يعني خف منه ورجع له نفس العاده. بصي، هو عاده ما ينشا عرق النساء بشكل عام لما بيضغط القرص المنفتق او النتوءات العظميه في العمود الفقري، او يحصل مثلا تضييق في مسافات العمود الفقري نفسها، المسافات بتاعتها تبدا تقل، او تضييق القناه الشوكيه على جزء من العصب، على جزء من العصب، بتسبب اصابه بالالتهاب، والشعور تسبب هذه الاصابه بالالتهاب والشعور بالالم، وطبعا الشعور ببعض الوغز في الساق المصابه. ده يعني ده لو بنتكلم مثلا وليكن عن اسباب. انا هكلمك دلوقتي عن بعض الحاجات، يعني ان شاء الله تعالى بعض الاغذيه يعني هتبقى مفيده لينا لعرق النساء، يعني عشان نقدر نعالج بيها عرق النساء. هقول لك مثلا وليكن، طبعا احنا في البدايه بنقول لو احنا مثلا وليكن بنتكلم عن عرق النساء، نقدر نقول النصيحه الاساسيه برضو اللي احنا بنقولها لكل الناس، بنقول يا جماعه شرب الميه. شرب الميه حاجه اساسيه. 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 63% من الجلد والبشره بتاعتنا ميه. علشان الاعصاب بتاعتنا تعمل بفاعليه، والميه مسؤوله عن تنشيط العمليات الحيويه في الجسم كله بما فيها الاعصاب والعضلات والعظم، العمليات الحيويه وعمليات الهضم والامتصاص. تنشيط العمليات الحيويه في الجسم كله مرتبطه بشرب الميه. فاول نصيحه بننصح بيها بنقول يا جماعه نشرب كميات ميه كافيه. اعرف احتياجي من الميه ازاي؟ اقسم الوزن بتاعي على 8. هو وزنه مثلا 80 كيلو، يبقى 80 على 8 يطلع لنا 10 كوبايات. طب حجم الكوبايه بتاعتنا قد ايه؟ 250 مللي. هقول لك على بعض برضو الحاجات اللي ممكن مثلا ليكن دي كده بالنسبه، ده بالنسبه يعني واحد لما يشرب هيك كل يوم نفعا ولا ضرر؟ مضره نفعا ولا شويه هيك؟ دي ميه عاديه. لو الواحد يشرب كل يوم دي واحده بس، دي كام لتر ولا 2 لتر؟ 2 لتر. 2 لتر يعني تقريبا 8 كوبايات ميه، يعني 8 كوبايات ميه لو واحد عنده 80 كيلو مثلا كويس، يعني بنقول محتاج كمان كوبايتين عليه. لا اقل، انا 75 بوزن انا خلاص، يبقى بشرب اقل من ميه. انا اكثر حاجه اني ما بشربش ميه كتير. يبقى دي خلاص، يبقى خلاص نشرب الميه الكتير، وتركزي على البتاع اللي انا قلت لك عليه. اهم حاجه بس هقول لك على يعني اهم حاجه مثلا وليكن اللي بيسبب لنا الم، الالتهابات اللي موجوده عندنا. لو احنا عايزين نخفف من حده الالم اللي موجوده عندنا، لازم نعمل بعض التغييرات الايجابيه في النظام الغذائي بتاعنا، واسلوب الحياه بتاعنا لازم نغيره. لكن ما تتوقعش نتائج سريعه، ما تتوقعش نتائج سريعه الا لو داومنا على نظام غذائي بشكل مستمر. يعني مثلا ما تمشيش مثلا يوم على نظام غذائي ويوم لا، هنمشي على النظام، هنركز في الحاجات اللي انا اقول لك عليها ديت لفتره من الوقت علشان تبدا النتيجه تظهر معانا بشكل كويس. ايه بقى الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي؟ الاطعمه الغنيه بالمغنيسيوم، الاطعمه الغنيه بالمغنيسيوم بتساعد في الحد من تشنجات عرق النساء. مثل افضل ثلاث مصادر للمغنيسيوم بنقول السبانخ واللوز والافوكادو. السبانخ واللوز والافوكادو. ما بكرهمش خالص. تمام. هقول لك يعني مش بتاكلي هذه الاكلات، ممكن تجيبي مكملات المغنيسيوم من الصيدليه. لو ما بتاكليش يبقى تجيبي مكملات المغنيسيوم. قصدك عادي انا مثلا هلا باكل مثلا لو اكلت اللوز او اكلت السبانخ، يعني بيعطي افاده ولا بيعطي ضرر؟ إفادة صح؟ طبعا بيقول لك بيحد من تشنج عرق النسا، تشنجات بتاعت عرق النسا. مش بيحصل لك تشنجات؟ كلها
عادي ماشي، خاطر انا شوف كذا اهو عندي النسا، عندي النسا شو بيعمل يعني، انا كل يوم على الحاله هذه كل يوم باكل دواء. بقولك على الاغذيه اللي هتخليكي لو انت التزمتي بيها في النظام الغذائي الاعراض كلها هتروح، فتلقائيا تبداي تخففي من الدواء لحد ما تتخلصي من الدواء خالص. بلا ده انا اتمنى اخلص منها خالص الدواء والله. طب انا هلا على 6 شهور، وانا 6 شهور يعني، 6 شهور وانا بمشي بالحاله هذه يعني لحد هلا ما فيش ولا تحسن. تمام ماشي، ما انا بقول لك اهو، انا بقول لك الحاجات الطبيعيه اللي هتشوفي بيها تحسن. اول حاجه محتاجين، يعني باكل سبانخ، اول باكل حاجه سبانخ، اول حاجه قلنا شرب ولوز. الميه. تاني حاجة هنحد من الالتهابات ان احنا نعمل نظام غذائي صحي، صحي يعني متوازن متنوع متكامل في كافة العناصر الغذائية اللي الجسم بتاعنا محتاجها. تالت حاجة بناخد الأغذية اللي بتحتوي على المغنيسيوم عشان نحد من تشنجات عرق النسا، زي ايه؟ قلنا اللوز والافوكادو والسبانخ.